بس وقف، يلا اظبط الكادر. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. تكمله الاحياء بفضل الله، ها قد عدنا. صبري يا نفسي، صبري يا نفسي، معنا الله. مشوار الطب، مشوار الطب، بدأنا خطاه. الجزء دوت هيبقى خاص بالامتصاص للغذاء اللي احنا هضمناه في الجهاز الهضمي. الدرس الثالث التغذية الغير ذاتية في الوحدة بتاعة التغذية، تمام؟ كان في درسين اللي هو التغذية في النبات، كان في مقدمة صغيرة كده بيعرفك يعني ايه تغذية اصلا، التعريف بتاعها والانواع بتاعتها والاهمية بتاعتها وان هي ذاتية وغير ذاتية. جه اتكلم عن الذاتية وقال لك ان هي بتحصل في الكائنات اللي فيها كلوروفيل. زي مين يا عم الحاج؟ قال لك النباتات وبكتيريا الكبريت الارجوانيه والخضراء. وبدا بقى يشرح في الموضوع دوت. خدنا الدرس الاول النبات، قال لك علشان النبات يقدر يعمل عمليه تغذيه فهو بيحصل على النبات اولا بيتكون من ساق وجذر كده واوراق. قال لك والله الجذر او الشعيره الجذريه، بدا يشرح لك الشعيره الجذريه اللي هو التركيب وازاي بتمتص الماء وازاي بتمتص الاملاح، بتمتص الماء بقى بالخاصيه الاسموزيه والتشرب والنفاذيه الاختياريه، والاملاح بخاصيه الانتشار والنفاذيه الاختياريه والنقل النشط. ده كان الدرس الاول. خدنا الميه والاملاح، والمفروض معلش هنعمل سكيب للحته بتاعت الساق ديت، ده الدرس الجاي ان شاء الله اللي هو النقل في النبات، علشان نوصل للورقه. الورقه جواها ايه؟ الورقه جواها بلاستيده. مالها البلاستيده يا عم الحاج؟ البلاستيده بتعمل بناء ضوئي. طب ايه البناء الضوئي دوت؟ بناخد ضوء الشمس وناخد ثاني اكسيد الكربون من الشمس وناخد من تحت الميه اللي هي ال H2O. دلوقتي انت معاك H ومعاك C ومعاك O، فتقدر تحط هنا 6 12 6 عشان تكون الجلوكوز. وعرفنا بتكون ازاي في الفيديو المهم جدا بتاع عمليه البناء الضوئي، تمام؟ طيب دخلنا بعد كده على التغذيه الغير ذاتيه، ده كان الدرسين الاولانيين. التغذية الغير ذاتية بتشمل الكائنات التي تتغذى يا إما تغذية عضوية يا إما طفيلية يا إما رمية، تمام؟ العضوية أكلات العشب، أكلات اللحوم والمفجوعين. مين المفجوعين؟ اللي ما بيعتقوش الإنسان، متنوع الغذاء. عشب شغال، سلطة بنحش، لحمة ما بنقولش لأ، فبندوس في كل حاجة. بعد كده كان في كائنات رمية اللي هي بتترمم على الكائنات الميتة، وفي كائنات طفيليه اللي هي بتتطفل على الكائنات الحيه زي البلهارسيا ونبات الهالوك او الحامول في النباتات. حلو، بس احنا ندرس الانسان، احنا انسان بشر يعني، فهنركز قوي على الانسان. وده كان موضوعنا بقى اللي هو الدرس الثالث. تعالى ما افكرك احنا واقفين فين لحد دلوقتي وايه الحاجات اللي احنا خدناها اصلا. كان في البدايه كده المقدمه، وبعد كده الانزيمات، وبعد كده خدنا تركيب الجهاز الهضمي، وبعد كده خدنا عمليه الهضم. ناقص لك عمليه ايه بقى؟ ناقص لك عمليه الامتصاص، الهضم وبعد كده الامتصاص. بص يا عم الحاج، المقدمه خدنا فيها ايه؟ تعريف عمليه الهضم ان هي تحلل مائي، واتكلمنا بقى عن انت بتضيف ميه والخباصه اللي بتوقع بين الحبايب والكلام ده كله، ماشي. وعرفنا الوجبه الغذائيه بتتكون من ايه، تعال نفتكرهم لانهم مهمين جدا النهارده. بتتكون من كربوهيدرات ولايبيدات وبروتينات، زائد دول اللي تعبونا، دول اللي كانوا محتاجين هضم، انما كان في حاجات كده هي اوريدي مهضومه جاهزه. زي مين يا عم الحاج؟ زي الميه، هي هتفضل ميه عادي. زي الاملاح المعدنيه، والله هي برضه هتفضل املاح معدنيه عادي، وان كانت هتتاين يعني. يعني انت مثلا واكل ملح ان اس ال هيبقى ان موجب وسي ال سالب، هتتاين في الميه. ماشي. بعد كده كان عندك فيتامينز، فيتامينات. والفيتامينات ديت في تقسيمه مهمه، لازم تبقى عارف هي بتدوب في ايه. في شويه بيدوب في الميه اللي هم البي والسي، ودول بصراحه مش عندك في المنهج، مش كاتب لك بي وسي، بس اعرف ايه المشكله. فيتامين بي بانواعه بقى البي 16، البي قصدي 6 و9 و12 والسي برضو ليه انواع، ولكن خليهم كده. طيب الحاجات بقى اللي بتدوب في الدهون دول كان بنجمعهم في كلمه كده، كي اي دي اي، دولت اللي بيدوبوا في الدهون. ماشي يا عم، دي الحاجات اللي انت بتاكلها. بعد كده الانزيمات، ما هو انت عشان تعمل عمليه حيويه، اي عمليه حيويه في جسم الانسان محتاجه انزيمات تنشطها او تثبطها، تنظمها، تكترها، تقللها، فاهمني؟ طيب ايه هي الانزيمات؟ شرحنا الانزيمات بالخصائص بتاعتها، وان كان في بعض انزيمات، اسف والله انا بتكلم وانا صوتي بيتعافى، يعني ايه ان شاء الله ابقى كويس، لان انا بقالي فتره كده كنت تعبان الحمد لله على كل شيء، فصوتي بينقل نقله كده،
فلو لقيته بس ان صوتي متغير شويه او مش قادر، معلش. الانزيمات كان لها شويه خصائص، من اهم الخصائص بتاعتها مثلا ان هي بتتاثر بالبي اتش، عشان كده لقينا ان في انزيمات بتشتغل في المعده زي انزيم البيبسين اللي هو كان بيبسينوجين اصلا، ما دي كانت خاصيه برضه ان بعضها بتبقى في صوره خامله بتتحول لصوره نشطه. البيبسين دوت كان بيشتغل في المعده، او بيبسينوجين بيتحول لبيبسين بسبب المعده. ليه المعده؟ عشان فيها اتش سي ال، الوسط من 1.5 ل 2.5. انما لما بينزل في الامعاء، لا يا عم الحاج، الامعاء فيها ان اي اتش سي او 3 بكربونات الصوديوم اللي جاي من البنكرياس، فاكرين ولا مش فاكرين؟ دي كانت بتخلي الوسط في الامعاء 8، فالبيبسين اللي كان شغال فوق ما يشتغلش تحت. التيالين او انزيم الاميليز اللعابي كان شغال في الفم 7.4، ينزل في الامعاء في المعده، لا ستوب، هنا 1.5 ل 2.5، هنا كان قلوي ضعيف، هنا حمض قوي، هنا شغال، هنا مش شغال، ينزل في المعده، معلش مش هيشتغل تاني، هو باظ مش هيرجع يشتغل، فاهمني؟ طيب كانت برضه بتتاثر بدرجه الحراره، وان كانت الحته بتاعه درجه الحراره ديت يعني في المعمل اكتر، الا بقى لو الانسان عنده حمى، فلما يبقى عنده حمى تلاقي ان هو الاكل بياكل الاكل ما بتهضمش كويس، الكلام ده كله ليه؟ لان الانزيمات متاثره بدرجه حرارته. بعد كده دخلنا في تركيب الجهاز الهضمي وعمليه الهضم، تعالى نشرح التركيب. كان عباره عن الفم، بعد كده البلعوم، بعد كده المريء، ودي المعده، ودي الايه؟ الجزء الاول من الامعاء، كان عباره عن الاثنى عشر، بعد كده كان في حته كده اسمها الصائم، مش مهم، وبعد كده اللافائفي، مش مهم ليكوا لانها مش في المنهج، انما هي مهمه في الطب طبعا. طيب بعد كده في حاجه هنا اسمها الكبد، وفي حاجه اهوت كده اسمها البنكرياس، عايز بس امسح في فتحه هنا كده اهيت، وادي البنكرياس بيبقى عامل كده اهوت، بيبقى مستخبي ورا المعده وبيفرز العصاره البنكرياسيه هنا، والعصاره اللي جايه ديت بتاعت الكبد اللي متخزنه في الايه؟ في الحته اللي اسمها الحوصله الصفراويه اللي هي المراره يعني. انا بمسحها ليه؟ بصوا اهي عامله كده، وبتاخد المراره من الكبد العصاره الصفراويه وتنزلها في القناه ديت اللي بتنزل مع البنكرياس تصب في نفس المكان. طيب طب بالنسبه للفم كان فيه غدد كده اسمها الغدد اللعابيه، حلو قوي، دي اسمها ملحقات القناه الهضميه. بعد اللفائفي كان في حاجه اسمها القولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل، اللي هي الامعاء الغليظه يعني، كانت بتبقى طالعه ومستعرضه ونازله، لحد ما في الاخر في حاجه اسمها المستقيم وفتحه الشرج علشان عمليه التبرز. احنا كنا وصلنا فين يا عم الحاج؟ وصلنا بالاكل من انه عدى على الفم واللسان والقواطع، بعد كده نزلنا على البلعوم وعرفنا الحته بتاعه الفعل المنعكس لما لسان المزمار كان بيقفل الحنجره، يقفل الحنجره عشان الاكل ما يدخلش هنا ويدخل الناحيه الثانيه، لسان المزمار كان بيبقى عامل كده لحد ما ينزل هنا. اول ما ينزل هنا كان فتحه الفؤاد بتفتح تدخل الاكل، ولو فتحه الفؤاد فيها مشكله كان الراجل دوت هيبقى عنده هارت بير، اللي هو احتراق في عضله في القلب يعني، والكلام ده كله بسبب الحموضه اللي طالعه من هنا. بعد كده اتكلمنا عن المعده والعصير المعدي اللي هو معظمه ميه زائد اتش سي ال زائد بيبسينوجين اللي بيتحول لبيبسين وبيقوم بهضم البروتينات، وطبعا هنا كان في اميليز لعابي اللي كان ليه اسم ثاني اللي هو تيالين، وان البي اتش هنا 7.4، اما البي اتش هنا بسبب الاتش سي ال من 1.5 ل 2.5، هنا هضم كربوهيدرات الى سكر مالتوز، وهنا هضم البروتينات الى سلاسل عديدات البيبتايد. بعد كده دخلنا في الحته دي اللي كنا بنقول عليها مولد وصاحبه غايب، ليه؟ لان اولك عندك العصاره البنكرياسيه والعصاره الصفراويه والعصاره المعويه، الاثنى عشر ذات نفسه بيفرز. العصاره الصفراويه قصدي العصاره البنكرياسيه كان فيها اربع حاجات، اول حاجه تفصيل النار اللي نازله من فوق، من النار؟ النار اللي هي الاتش سي ال، فانت لازم تجيب لها ماده قلويه اللي هي بيكربونات الصوديوم ان اي اتش سي او 3، تلاقي الاتش سي ال نازل بيغلي والدواء طالع بيغلي، عارف لما تحط الميه على النار يحصل تفاعل تعادل يعني، فيكون ملح وميه، فبالتالي البي اتش هنا يتحول الى 8 بعد ما كان 1.5 ل 2.5. طيب دي اول حاجه. بعد كده البنكرياس ما كانش بيعتق، يعني ايه ما كانش بيعتق؟ يعني بيهضم الكربوهيدرات، عنده اميليز بس بنكرياسي، عنده تريبسينوجين اللي بيتحول الى تريبسين بفعل انزيم بيفرز من الامعاء اسمه الانتيروكاينيز، وعنده لايبيز اللي بيهضم الدهون الى احماض دهنيه وجلسترول، طبعا بمساعده العصاره الصفراويه، العصاره الصفراويه اللي هي بالمناسبه ليست عصاره هاضمه، وانما عصاره مساعده في الهضم، مفتته للدهون، قطعه الدهون تفتت الى مستحلب دهني فيسهل عمل انزيم اللايبيز عليها. جماعه اللي حاسس ان انا بقول كلام جديد، حضرتك انت ما سمعتش الفيديوهات اللي فاتت او ما ذاكرتش، انت بتستعبط. انا براجع دلوقتي زمايلك اللي مذاكرين هم قاعدين مستمتعين بالكلام وحاسين ان اللي اتقال في ساعتين ولا اكتر او في ساعه ونص مثلا بيتلخص في 5 دقائق، فاهمني؟ فروح اسمع الفيديوهات اللي فاتت الاول.
طيب بعد كده ناقص لك العصاره المعويه. العصاره المعويه بتيجي تفنش بقى، تيجي تقول لك وايه اللي ناقص، تقول لها مثلا في سكريات ثنائيه، خلاص يا عم الحاج خد، عندك سكروز حط له سكريز، عندك مالتوز ادي له مالتيز، عندك لاكتوز ادي له لاكتيز، وبالتالي تحصل على جلوكوز. جلوكوز جلوكوز زائد حاجه ثانيه، المالتوز بيبقى جلوكوز زائد جلوكوز، ده محترم جدا ده. طيب اللاكتوز بيتكون من جلوكوز زائد جا لاكتوز، مش هو لاكتوز، يبقى جا لاكتوز. طب السكروز بيتكون من جلوكوز زائد فركتوز. مين الحاجات ديت؟ ديت سكريات احاديه، مبروك انت هضمت. واللايبيز لو انت فاكر كان بيكون الدهون الى احماض دهنيه زائد جليسرول اللي هو كحول يعني، وبرضه كده انت زي الفل انت هضمت، دول جاهزين للايه؟ لعمليه الامتصاص. ناقص لك مين؟ ناقص لك البروتينات، عندك سلاسل عداد ببطيل، مين اللي هيجي؟ عايزين نكسر الرابطه البيبتيديه، فبنجيب حاجه اسمها مجموعه انزيمات البيبتايديز. التي تقوم بتكسير الروابط البيبتيديه بين الاحماض الامينيه فتكون احماض امينيه. مبروك، باركوا لاخوك ابو جبل، احنا كده خلصنا عمليه الهضم. هتقول لي طب الميه؟ ولا ما كانت مهضومه، الاملاح ولا ما كانت مهضومه، والفيتامينات مهضومه، سواء اللي بتدوب في الميه البي والسي او اللي بتدوب في الدهون كده. يبقى كل السطر اللي احنا كنا كاتبينه من فوق دلوقتي مهضوم. كل ده متجمع فين؟ متجمع في هذه المنطقه اللي اسمها اللفائفي. الحته ديت كده احنا خلصنا معظم الهضم، ناقص شويه هضم بسيط جدا بيكتملوا في اللفائفي، بس احنا هنفترض اللفائفي الغذاء فيه ماله؟ مهضوم. ناقص لك نعمل ايه بقى؟ هل حضرتك واكل الغذاء علشان معدتك تتملي، ولا واكل الغذاء علشان الغذاء ده هو ينتقل من معدتك او من امعائك يعني الى الدم، والدم ياخده يوديه للكبد عشان ينقيه من السموم؟ ما حضرتك انت عايش في مصر، يعني ايه عايش في مصر؟ يعني حضرتك اشهر مطعم في مصر زيكو تلوث مثلا، واحد في منطقتك كده انت زيكو تلوث، فاللي هو مش بيطبخ كبده، هو بيطبخ تلوث وساعات بنلاقي فيها كبده، فاهمني؟ فالاكل بتاعنا فظيع يعني، فلازم نعدي على الكبد علشان ينقي السموم، وعلشان الغذاء الزياده عن حاجه الجسم لا مش يخزنه. انت واكل مثلا صينيه بسبوسه، هل جسمك محتاج صينيه البسبوسه دي؟ تو ماتش جلوكوز، تو ماتش سكر، فيقول لك لا يا عم هات شويه الجلوكوز دول اخزنهم لك في صوره جلايكوجين في الكبد واعدي لك الباقي عشان ما يجيلكش السكر بعد الشر يعني. طيب فتعالى بقى نشوف احنا فين. احنا اهو هرسم بس الرسمه، انا مش محتاج المعده في حاجه والله، مش هرجع لها ما تخافش، ومش محتاج الاثنى عشر، انا محتاج اللفائفي بس عشان بس ايه ما ارسملكش حته مصارين كده وما تبقاش متخيل. احنا هنا يا جماعه في هذه المنطقه، عايز اقول لك بقى ايه الحاجات اللي موجوده عندنا في هذه المنطقه. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عندنا كربوهيدرات. انت كذاب، احنا مش عندنا كربوهيدرات، احنا عندنا سكريات احاديه. انا عارف ان هي كربوهيدرات بس معلش ما امسك الفاظك كده، سكريات احاديه، وعندنا كمان احماض امينيه، احماض امينيه، وعندنا كمان جليسترول واحماض دهنيه اللي هم جايين من الدهون. مش دول الكربوهيدرات تحولت لسكريات احاديه، والبروتينات لاحماض امينيه، والدهون لاحماض دهنيه وجليسترول؟ ما هو دول اللي موجودين. وعندنا ميه، وعندنا الاملاح اللي هي بتتأين وبتدوب في الميه، وعندنا فيتامينات اللي هي البي والسي اللي بتدوب في الميه، وهنحط هنا الفيتامينات اللي هي كده اللي هي بتدوب في الايه؟ في الدهون. احنا دلوقتي عندنا فريقين، فريق فيه ثلاثة وفريق فيه خمسة. انت بتقول ايه حبيبي؟ ما هو ده الاكل. تاني كربوهيدرات تحولت لدول، بروتينات دهون اتحولت للاثنين دول، الميه والاملاح، وادي الفيتامينات قسمناها اثنين، فبقى عندنا ثمان حاجات. في ثلاثه لوحدهم دهون، دهون احماض دهنيه وجليسرول يعني، واللي بتدوب في الدهون اللي هي كده. طب وهنا ميه والحاجات اللي بتدوب في الميه كلها. مين الحاجات؟ الاحماض الامينيه بتدوب في الميه، السكر بيدوب في الميه، الاملاح بتدوب في الميه، البي والسي بيدوبوا في الميه، فعندنا فريقين تمام، ثلاثه وخمسه. الفريق الاول ده هو بنسميه الفريق، ونلونه باللون عشان بس ايه بقى داخلين في المود كده، الفريق الدموي. تحس كده ان في شر داخل؟ لا والله، هو بس بيمشي في الدم، مش بيسفك الدماء مثلا. الطريق الثاني الطريق الليمفاوي، ودايما الليمف بنعبر عنه باللون الاخضر مع ان هو لون ابيض اصلا يعني، بس مش عارف ليه الطريق الليمفاوي. تعال بقى نشوف ما هو الطريق الدموي وايه اللي بيحصل فيه الكلام ده كله. بص يا عم الحاج، الطريق الدموي لحسن الحظ ماشي فيه خمس حاجات وبيمشي في خمس خطوات. الطريق الدموي خمس خطوات،
بص بقى، اما الطريق الليمفاوي ثلاث حاجات سبحان الله في ثلاث خطوات. يبقى احنا عندنا خمسة في خمسة وثلاثة في ثلاثة. تعال نشوف ايه هم الخمس طرق، الخمس حاجات دول. اولا احنا عايزين اقول لك حاجة وهنشرحها دلوقتي بالتفصيل، ان البطانة بتاعت الامعاء من جوه مش مستقيمة، بتبقى عاملة كده اهو، فيها حاجة اسمها الخملات. تمام؟ الخملات ديت جواها شعيرات دموية. يبقى اول حاجة هنجمع الشعيرات الدموية من الخملات، رسم كروكي كده. بعد كده الشعيرات الدموية ديت هتعمل وريد، وريد كبير. الوريد ده رايح فين؟ رايح للكبد، بيدخل الكبد من بابه. فسبحان الله، مش هو وريد ورايح للكبد فهنسميه وريد كبدي، بس هو داخل للكبد من بابه فبنسميه وريد بابي كبدي. الكبد لو انت بص من تحت كده بيبقى فيه منطقه كده اسمها بورتا هيباتس. بورتا هيباتس يعني كبد، بورتا يعني باب. هو والله اسمه كده عشان ما حدش يقول لي يبقى هو الكبد ليه باب. اه يا اخويا ليه باب، اسمه بورتا هيباتس والله، باب الكبد. فهو داخل الكبد من بابه فاسمه هو وريد، رايح للكبد وريد كبدي، بس هو داخل يبقى داخل من الباب فنسميه وريد بابي كبدي. اهوت. وبالمناسبه الاورده دايما بنعبر عنها باللون الازرق، يعني عشان نبقى ايه، واقعيين اهو. ليه؟ لان بيبقى فيها دم غير مؤكسج، لان هو واخد الحاجات من الامعاء، فالامعاء خدت الاكسجين واستهلكته واداته دم فيه ثاني اكسيد الكربون. والدم الغير مؤكسج بنرمز له بالرمز الازرق، رغم انه في الحقيقه مش ازرق اصلا، يعني بيبقى مغمق شويه ماشي بس مش ازرق. ما علينا، دوت وريد بابي كبدي، وديت شعيرات دمويه. دي كده شعيرات دمويه، والحاجات اللي جوه دي اسمها خملات. هفهمها لك دلوقتي الخملات دي. بعد كده الكبد، دي الخطوة الثالثة. هي فين الخطوة الأولى؟ شعيرات دموية بتجمع في الوريد البابي الكبدي اللي بيروح للكبد. تخيل بقى مين اللي خارج من الكبد؟ حاجة اسمها الوريد الكبدي. طب ما هو ده نفس، لا، اللي تحت بابي كبدي، إنما دوت وريد كبدي. دوت داخل الكبد من بابه، دوت خارج من الكبد، فهو وريد كبدي وخلاص، مع السلامة، مش عايز منك حاجة، فاهمني؟ طيب بيروح فين بقى؟ بيروح للقلب. فين القلب يا عم الحاج؟ القلب، اسمح لي بس همسح الحته دي كده، مش محتاجينها في حاجه، عشان القلب لازم يترسم هنا والرسمه تبقى متخيله وتبقى كامله. ادي القلب يا عم الحاج، فين اهو؟ وانا قلت لكم قبل كده اه ده القلب، يعني اللي هيرسم لي قلب عامل كده دوت يروح هناك عند الميه والملح لما كانوا بيحبوا بعض والناس الغريبه دي، تمام، وحب للابد واسهم ده القلب، له اذينان وبطينان. بص، في حاجة هنا كده وفي حاجة هنا كده، في وريد جاي من فوق وتلاقيه وريد واسع كده مجوف، ودوت وريد جاي من تحت وبرضه واسع ومجوف. فوالله العظيم التسميات في الأحياء لذيذة قوي. يقول لك مش ده وريد؟ قلت له اه. وده وريد؟ قال لي ده ناحية فوق يعني، قلت له اه علوي يعني. وده سفلي؟ قال لي ما توصفه لي كده، قلت له والله وريد كبير كده وفاضي مجوف من، قال لي خلاص وريد أجوف علوي، وريد اجوف سفلي. هي الاورده بيبقى السمك بتاعها قليل بس القطر بتاعها كبير، يعني السمك بتاعها ده قليل، ده قليل، داير ما يدور كده، انما القطر كبير على عكس الشرايين، القطر بتاعها قليل بس السمك تخين. وهنبقى نفهم الكلام ده ان شاء الله لما نيجي ناخد النقل الباب الجاي ان شاء الله. وبالمناسبه الفيديوهات موجوده اصلا بتاع السنه اللي فاتت، موجوده اللي على التابلت دي، ممتازه ممتازه والله، اسمعوها لحد ما نوصل لهم يعني. طيب الوريد الكبدي دوت بيصب في الوريد الاجوف السفلي ويروح نهوت. مين ديت بقى؟ ده الاذين الايمن في القلب. بس خلينا بس ايه نمشي صح، مش احنا قلنا الوريد لونه ازرق؟ طب ده ايه؟ ده وريد برضه يبقى لونه ازرق، معلش الشغل شغل. وبعد كده تصب في الايه؟ في الوريد، يبقى لونه ازرق بس، اه ازرق. طيب وهنا برضه ده وريد يبقى لونه ازرق. طب هنصب فين؟ في الاذين، ده اسمه اذين، الاثنين فوق اسمهم اذينان والاثنين اللي تحت اسمهم بطينان، ماشي. بس ده ناحيه اليمين ولا الشمال؟ ده قلبي، شوف جايب لك قلبي ورسمه على السبور، قلبي. يبقى دوت ناحيه اليمين ولا الشمال؟ ده اليمين، دي ايدي اليمين يا جماعه. فيبقى دوت اذين ايمن، ده اذين ايمن. تمام، حلو قوي كده، انا عرفت الطريق اهو، الطريق اللي هيوصلنا للقلب. ثواني بقى عشان انا عارف ان انت دلوقتي تهت. بص يا صاحبي، احنا خلصنا المقدمه والانزيمات وتركيب الجهاز الهضمي وهضم الغذاء. الغذاء مهضوم اهو، فين الغذاء المهضوم؟ اهو. وقسمناه 3 و5 وفريقين، في فريق اخضر لمفاوي وفريق احمر ايه؟ اهلاوي، دموي.
تمام. وبعد كده قلنا ان دول ثلاثه بيمشوا في ثلاث خطوات لسه ما عرفناهمش، ودول خمسه بيمشوا في خمس خطوات، كنت انا بشرح لك الخمس خطوات. تمام. الامعاء جواها خملات، دي مش من ضمن الخطوات، دي من الامعاء. اول خطوه شعيرات دمويه، وريد بابي كبدي، كبد وريد كبدي. بعد كده اوعى تكون اللي في بالي اهو ماشي، هيروح للوريد الاجوف السفلي فيصب في الاذين الايمن في القلب، يبقى كده كده هنوصل للاذين الايمن. طب تعالى اقول لك الطريق الليمفاوي، سهل جدا على فكره. بص يا عم، الطريق الليمفاوي بيمشي في وعاء ليمفاوي. انت جاي تهزر بقى؟ والله ما بهزر، خليه بلون تاني عشان بس ما تتلخبطش. الطريق الليمفاوي هوت بيمشي في وعاء، لا مش كده، خلينا هنا، ولكنه كان ماكرا فاتخذ طريق صلاح سالم، رأس رجاء الصالح. ده اسمه وعاء، لا ده اسمه الجهاز الليمفاوي. جهاز ليمفاوي، جهاز ليمفاوي دوت بقى عباره عن شبكه من الشعيرات الليمفاويه المنتشره في جميع اجزاء الجسم، وهنفهمه ان شاء الله في اخر الوحده بتاع النقل. طب فين الوعاء الليمفاوي؟ مش انا قلت لك في هنا شعيرات دمويه برضو بيبقى طالع منها كده، يعني في خمالات الناحيه الثانيه كمان. الخمالات دي او دي بيبقى فيها وعاء جاي من النص كده اسمه وعاء لبني او ليمفاوي، يبقى ده كده اسمه وعاء لبني او ليمفاوي. ليه سمي لبني؟ لان هو بيبقى لونه ابيض. انا قلت لك في الحقيقه لونه ابيض، بس احنا بنرمز له بالرمز الاخضر في الرسومات عشان نفرقهم عن بعض. وبيصب فين بقى؟ في الوريد الاجوف العلوي اللي بينزله في الاذين الايمن في القلب. اوهو، انت تقصد ان هي اصلا وان ديستنيشن، هي وجهه واحده، احنا كده كده هنروح للايه؟ للاذين الايمن في القلب. اه والله، ولكن إن لو انت جاي من ناحيه الفريق الدموي فهتمشي في خمس خطوات وهتصب في الاذين الايمن، قصدي من تحت، من الوريد الاجوف السفلي. لو انت تبع الفريق اللي هو الثلاثه دوت، ثلاث خطوات لمفاوي، جهاز وعاء لبني، وعاء لمفاوي، والوعاء الليمفاوي دوت هيصب في الوريد الاجوف العلوي اللي كده كده هيصب في الاذين الايه؟ الايمن. تعالى بقى نشرح الخمالات ديت سريعا، وانت بقى بص برده معايا في الكتاب عشان تشوف الرسمه بتاعتها. بص يا عم، احنا لما جينا ناخد قطاع في الامعاء، يعني الامعاء عامله كده تمام، احنا بقى خدنا قطاع بالعرض، يعني قطاع عرض كده عشان نشوف الحته دي، فلما نعملها كده هتبان كانها ايه؟ هتبان كانها دايره. فتعال نرسم الدايره. هل الدايره ديت عامله كده؟ الحقيقه لا، لقينا ان الجزء الداخلي من الدايره عامل كده اهو، عامل روزيت كده، عامله زي الورده. ليه؟ علشان يزود مساحه السطح. بص قول لي كده، مين اللي انا استهلكت فيه حبر اكتر بفرض ان القلم فيه حبر يعني؟ ده ولا ده؟ ده طبعا. مين المساحه او الطول الاكبر؟ يعني لو فردت دوت هتلاقيه عامل كده مثلا، طب لو جيت افرد لها هتلاقيه عامل كده، يمكن اكتر كمان. تمام. فكل اللي انا عملته دوت، الحاجات اللي طالعه دي بقى اسمها خمالات. ليه؟ عشان تزود مساحه السطح المعرض لامتصاص الغذاء، عشان تمتص الغذاء. تمام. تخيل دلوقتي ان انت مثلا بتصفي رز، وعندك مصفه قد كده اهو، صغيره جدا، وفي مصفه قد كده، كيلو الرز هتصفيه في قد ايه؟ لا انت معاك نص ساعه بقى، كل شويه تحطي شويه لحد ما تصفي وبعد كده تنقليه. لكن لو المصفه كبيره حط كيلو الرز مره واحده فهيتصفى بسرعه، يعدي بسرعه، الامتصاص يبقى اسهل. طب المساحه ديت وصلت لحد ايه يعني؟ وصلت ان هي 10 متر مربع، بسم الله ما شاء الله، تفرش اوضه. يعني لو جبنا مصارينك اللي طولها 8 متر وفتحناها بالطول كده عشان نفردها يعني، وفتحناها كده فردناها يعني، هتلاقي ان هي تفرش اوضه كبيره، 5 في 2 في 5 يعني، كويس. فهي مساحتها 10 متر مربع. اصلا مساحه جسمك من بره، مساحه سطح الجسم 2 متر مربع، يعني قدها خمس مرات، قدها خمس مرات. تمام. يبقى ده السبب. جينا احنا عملنا ايه بقى؟ لقينا بقى، شوف المفاجاه، جبنا مايكروسكوب وجبنا احد الخمالات ولقيناها عامله كده، وبصينا عليها بالميكروسكوب، تخيل لقينا ايه؟ تخيل لقينا ان دي عامله كده. يا بنت اللذينه، ده الخمالات طلع لها خمالات، دي اسمها خميلات، تصغير يعني. فالخمالات جواها خميلات، ودي تزود مساحه السطح اكتر. فهمت الفكره؟ فلا ده الموضوع طلع كبير، حلو قوي. لما دخلنا بقى جوه خمله من الخمالات اللي على قمتها خميلات، لقينا جواها ايه بقى؟ ده كده يا جماعه يعني ده الامعاء جوه اهي، بصوا دي كده الامعاء اهي، احنا هنا، احنا بره، احنا بره اهو، ده كده الامعاء اهيت اللي هي هنا دي، واحنا بره اهو. يعني الاكل ماشي فين؟ الاكل ماشي هنا، واحنا عايزين نخرجه هنا عشان يمشي في الطريق الدموي او يمشي في الطريق الايه؟ الليمفاوي. حلو قوي. فبنبص لقينا في حاجه في المنتصف كده اسمها وعاء ليمفاوي او وعاء لبني.
دواء بيروح لإيه؟ بيروح للجهاز الليمفاوي اللي بيصب في الوريد الأجوف العلوي، وحواليه شبكة من الشعيرات الدموية الشريانية والوريدية، حاجة عاملة كده ومعاها شعيرات دموية شريانية عاملة كده، والاتنين مجمعين في الآخر في أوعية دموية. هتلاقي مثلا إيه؟ آدي المفروض يبقى وريد بقى، شعيرات دموية وريدية اللي هتصب في الطريق الدموي اللي هو هيروح للوريد الأجوف، أنا آسف، هيروح للوريد الباب الكبدي اللي هيروح للكبد، يطلع وريد كبدي، وريد أجوف سفلي، وزن أيمن في القلب. في أي مشكلة في الكلام ده كله؟ طيب الخمالات ديت نوعها نسيج إيه؟ نسيج طلائي. مش إحنا كان عندنا نسيج طلائي وضام وعضلي وعصبي؟ ولو كنت بتسمعني في سنة أولى هتلاقيني إن أنا قلت لك النسيج الطلائي يطلي بيدهن طلاء، فهو يغلف الجسم من الداخل أو يبطن الجسم من الداخل. قال له طب ما هي دي بطانة، طب مين اللي بيغلف الجسم من الخارج؟ بشرة الجلد، بشرة الجلد نسيج طلائي. طب والبطانة بتاعت الأمعاء من جوه؟ نسيج طلائي. أنت عارف الفم، بص كده الخد، لو انت مسكت الخد الغلاف من بره نسيج طلائي، طب والبطانه من جوه؟ نسيج طلائي، اسمها اغشيه مخاطيه طلائيه. فده نسيج طلائي بيتكون من خملات وجواها خميلات، جواها وعاء لبني وشعيرات دمويه، الوعاء اللبني او الليمفاوي بيمشي في الطريق الليمفاوي 3 في 3، وهنا الوعاء الدموي بيمشي الطريق الدموي 5 في 5 لحد ما نوصل للاوزين الايمن في القلب. تعال اما اشرح لك الدوره الدمويه في نص دقيقه، انا عارف ان هي مش في الدرس ده بس اشرح المشكله. بص يا عم، هو الاكل اللي جاي دوت جاي من الامعاء، يعني الدم اللي جاي لونه احمر ولا ازرق؟ ازرق. يعني مؤكسج ولا غير مؤكسج؟ غير مؤكسج. يعني معاه اكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون؟ ثاني اكسيد الكربون. فتفتكر احنا عايزين نروح فين؟ عايزين نروح للرئه عشان نتخلص من ثاني اكسيد الكربون الازرق ده ونجيب دم فريش كده ونستخدم اللون الاحمر. قلت لك حلو، يبقى احنا عايزين نوصل للرئه، فمعلش ارسم لي الرئه. الرئه المفروض جنب القلب، تعال نرسمها هنا يا عم الحاج اهي، وادي الرئتين. هنعمل ايه؟ احنا عايزين نوصل الدم ده للرئه. اول حاجه الاوزين هيضخ الدم فينزله تحت للبطين الايمن. الدم وصل للبطين الايمن يا عم الحاج، البطين الايمن يبدا يضخ الدم في شريان. بص، اي حاجه رايحه للقلب بنسميها وريد، وارد للقلب. طب لو حاجه طالعه منه نسميها شريان، صادر من القلب. تاني، مش دول كانوا جايبين دم للقلب كده فنسميهم اورده، بيوردوا دم. طب واللي طالع من القلب بنسميه شريان. طب هو الشريان اللي احنا هنرسمه ده رايح لمين؟ رايح للرئه، للرئتين، فسبحان الله هنسميه الشريان الرئوي. طب وانت عندك كام رئه؟ عندي رئتين. يبقى عندك كام فرع من الشريان الرئوي؟ سبحان الله، ده سؤال يعني، اكيد عندي فرعين. يبقى هتلاقي الشريان الرئوي اللي طالع من هنا دوت طالع له فرعين، فرع لكل رئه. طيب هيوصل ايه للرئه؟ هو الدم اللي جاي من تحت دوت دم لونه ايه؟ ازرق، دم غير مؤكسج، فهيروح هنا كده بالدم الغير مؤكسج اهوت، يطلع بره يطرد ثاني اكسيد الكربون. الله اكبر، هنستخدم اللون الثاني الاكسجين. يبقى يحصل هنا عمليه اسمها عمليه تبادل غازي. عمليه تبادل ايه؟ غازي. هطلع في الزفير ثاني اكسيد الكربون واستنشق الاكسجين. حلو جدا، ثانيه واحده، تمام، واستنشق الاكسجين. طيب هرجع لفين بقى؟ المفروض ان ارجع للقلب تاني، ارجع بقى للجانب الايسر من القلب. طب انا هرجع ازاي؟ لو انا عايز ارجع اورد للقلب، يبقى ارجع في شريان ولا وريد؟ وريد. المره دي هنرجع في اربع اورده. طب هم راجعين منين؟ من الرئه. كل رئه بتطلع وريدين، كل الرئه جاي لها شريان، يعني ده رايح للرئه اليمين وده رايح للرئه الشمال، بس احنا رسمنا هنا، وكل رئه بترجع وريدين، فالاربع اورده دول هيصبوا هنا في الاوزين الايسر. بس المرة دي الدم اللي معاهم لونه أحمريكا، دم مؤكسج بعد التبادل الغازي. بعد كده الأذين الأيمن ينزل الدم في البطين، أنا آسف، الأذين الأيسر، في البطين الأيسر. بعد كده احنا عايزين بقى الدم اللطيف الجميل الحلو دوت اللي فيه أكسجين نوزعه لجميع أجزاء الجسم، فنروح لأكبر شريان عندنا في الجسم اللي هو الشريان الأورطة. محدش يقول لي الأورطشي، لان مفيش حاجه اسمها الاورتشي، اسمه الاورطا. ولو سمعتوا الاجانب وهم بينطقوها هتتشلوا، بيقولوها كده ايوردا ايوردا، هم عارف اللي هو الاي ما بتتنطقش، ما بتتنطقش مش اورطا، هو اي اي ووردا، والتي مع لما تحط ما بفهمني هو ايوردا، ماشي. فانا بتشل اول لما بسمعهم كده. فالشريان الاورطا دوت بيعمل ايه بقى؟ بص، الشريان دوت رايح يوزع على جميع اجزاء الجسم، فبتلاقي ان في فرع رايح للدراع الشمال،
وفرع رايح للرقبة والراس من ناحية الشمال، وفي فرع الفرع الثالث ده بيطلع فرع واحد بعد كده ينقسم فرع للدراع اليمين وفرع للراس والرقبة من ناحية اليمين. حتى لما بنيجي نقسم نبض تحط ايدك هنا كده تلاقي في نبض، تحط ايدك هنا تلاقي في نبض، في شريانين طالعين هنا. اوعى تحط ايدك الاثنين في وقت في وقت واحد لحسن هتموت مننا. تمام؟ طيب بعد كده هتلاقي في شريان اسمه الاورطة النازل، دوت بقى نازل يغذي بقية الصدر والبطن والحوض والرجلين. يعني بيجي ينقسم كده في الاخر ويدي ايه الرجلين. هتلاقي بقى بيغذي الكبد يطلع شريان كبدي، او انا اسف الكبد هنا شريان كبدي، شريان للكلى، شريان كلوي، شريان للطحال، شريان للمعده، شريان معدي، وهكذا. تمام؟ شرايين كتير بقى طالعه من الاورطه النازل، بعد كده ينقسم فرع لكل رجل او طرف سفلي. تاني يلا نجمع اللي احنا قلناه دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم من الايام اكل الولد اكله، هضمها في الفم شوية، بلعها بالبلعوم، نزلها بالمريء، وصلت للمعدة، كملت الهضم، الاثنى عشر كملت الهضم، اهوبا احنا وصلنا للامعاء. مما تتكون الامعاء من خملات، على قمتها خميلات، بداخلها وعاء لبنه وشعيرات دموية، بتروح في طريقين، على اساس ايه يا ابو العينين؟ على اساس نوع المادة يا اخويا. يعني ايه نوع المادة؟ يعني بتدوب في المية ولا في الدهون؟ لو بتدوب في الدهون هتلاقي ثلاث حاجات، الاحماض الدهنية والجليسترول وكده، لو بتدوب في المية هتلاقي خمس حاجات، المية وملحها وفيتاميناتها وسكرياتها واحماضها الامينية. 3 في 3 5 في 5 نخلص من الثلاثة. وعاء لبني أو لمفاوي، جهاز لمفاوي، وريد أجوف علوي، فين أهو؟ يصب في الأذين الأيمن في القلب. لو أنت رايح للطريق الدموي هتلاقي شعيرات دموية خارجة من الخملات، تصب في الوريد الباب الكبدي، يروح للكبد، ينقل إيه الأكل من السموم، وياخد الزيادة من الجلوكوز يحولها لصورة جلايكوجين. بعد كده الوريد الكبدي هيصب في الوريد الأجوف السفلي اللي هيصب في الأذين الأيمن اللي هعد كده. استوب، احنا دلوقتي معانا دم هنا حلو ومش حلو، يعني ايه؟ يعني معانا مثلا جلوكوز او ما بين قوسين كده غذاء، ودايما اهم حاجة في الغذاء الجلوكوز، مش اهم حاجة قوي بس ده اللي بيدينا الطاقة يعني، فاهمني؟ فاحنا بنتكلم عن الطاقة كتير فبنقول الجلوكوز. بس للأسف معانا ثاني اكسيد الكربون، فاقول لك والله انت معاك اكل بس ينفع تروح بالاكل من غير اكسجين توديه للخلايا؟ لا، انا عايز اكسجين. خلاص يبقى انت لازم تنزل للبطين الايمن. ليه؟ عشان تطلع للشريان الرئوي. ليه؟ وانت ما بتفهمش، مش بقول لك رايح للرئه فهتروح للشريان الرئوي يتفرع فرعين، فرع لكل رئه، يديها ثاني اكسيد الكربون ويرجع اكسجين في عمليه تسمى التبادل الغازي. بعد كده اربع اورده رئويه في الاذين الايسر، بطين ايسر، شريان اورطه الى جميع اجزاء الجسم. مبروك، دلوقتي ادي الخلايا بتاعه الجسم وصل لها الجلوكوز ووصل لها الاكسجين. انت رحت جبت الجلوكوز منين؟ احنا عدينا من هنا جبنا الجلوكوز من الامعاء، وبعد كده جينا هنا قمنا جايين معدين واخدين الاكسجين من الرئه، ورجعنا تاني الناحيه دي وصلناه للشريان الاورطه، وزعوا لجميع اجزاء الجسم، الخلايا خدت الجلوكوز، ودلوقتي هتعمل حاجه من اتنين في الجلوكوز. خلينا نقولهم بسرعه، عمليات الايتو تشرح في دقيقه. لو خدت الجلوكوز دخلته جوه الميتوكوندريا، الميتوكوندريا يعني، وكسرته وطلعت منه اي تي بي طاقه، فده اسمها عمليه هدم، اكسده، حرق لانتاج الطاقه. كسرنا الجلوكوز وطلعنا منه طاقه، وده ان شاء الله هنعرفه بالتفصيل. وهتعرف ان جزيء الجلوكوز في الظروف الطبيعيه الهوائيه في وجود الاكسجين بيطلع 38 اي تي بي. طب لو خدنا الجلوكوز وحولناه الى جلايكوجين في العضلات والكبد، لا دي عمليه بناء، ده انت خدت جلوكوزايه وجلوكوزايه 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 ومسكتهم في بعض في صوره جلايكوجين، فدي اسمها عمليه بناء. تمام؟ طيب مثلا انا كنت واكل حته لحمه بروتين وتحولت لاحماض امينيه، الاحماض الامينيه مشيت مع الدم وراحت للجسم، بس راحت لحته كنت انا متعور مثلا في ايدي، طب هي هتعمل ايه في التعويره؟ هتعمل التئام للجرح. طب الالتئام دوت هدم ولا بناء؟ بناء، يبقى دي عمليه بناء. طيب مثلا انا جعان صايم وخلاص الجلايكوجين اللي في جسمي والجلوكوز خلص، هحرق مين الدهون؟ لو حرقت الدهون دي عمليه هدم. طب لو انا خدت اكل كتير وخدت الدهون ولقيتني بتخن، دي عمليه بناء دهون، يبقى في عمليه اسمها هدم وعمليه اسمها بناء. طيب هل كل الغذاء بيمتص؟ لا، في غذاء لا يمتص. الغذاء الذي لا يمتص ده هيروح لايه؟ هيروح للامعاء الغليظه. بص يا عم الحاج، ادي اللفائفي وادي اخر جزء من اللفائفي، عامل كده اهو، وهنا بدايه الامعاء الغليظه. خلينا بس في اللون الابيض. الامعاء الغليظه بتبدا بحته كده، وفي هنا الزايده الدوديه بتبقى هنا كده، حاجه اسمها القولون الصاعد بيبقى عامل كده اهوت.
بعد كده في قولون ماشي بالعرض، وبعد كده اهوت المستقيم وفتحة الشرج، وده القولون اهو، ده اسمه قولون صاعد، قولون مستعرض، قولون نازل، مستقيم وفتحة شرج في الاخر. وفي عضلات بتبقى هنا كده حوالين فتحة الشرج بنسميها عضلات عاصرة عشان تقفل فتحة الشرج عشان ما تزروطش الدنيا، لا مؤاخذة يعني. تمام، بتبقى العضلات ديت يعني اندر ديفلوبد او مش مكتملة النضج في الاطفال الصغيرين، فلازم بامبرز، انما احنا كبرنا. ولا انت بتحط لك مشمع؟ ما اظنش ان انتوا كده، انتوا ناس محترمين. طيب، فالفضلات بتمشي هنا 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 لحد ما توصل كده. طيب ايه بقى، ليه اصلا في الحاجات دي اللي هي بيسموها ويستريشنز او تحززات؟ التحززات ديت وظيفتها ايه؟ وظيفتها زياده مساحه، زي الخاملات كده، زياده مساحه السطح. ليه؟ علشان بيبقى فيه شويه ميه لم يمتصوا. واعيذك بالله ان التحززات تروح من عندك، لان كده انت مش هتمتص الميه، فالميه هتفضل هنا مش هتوصل لجسمك، ولو فضلت لهنا هتمشي كده. تقول لي ما طب ما تمشي، ما هتنزل في، هتنزل في الايه؟ في البراز. لا مش هيبقى براز، هيبقى اسهال، هيبقى في ميه كتير، ما تخلناش، ما هي حته اصلا مقرفه، نعديها نعديها. يبقى اذا امتصاص الميه ده مهم جدا، وبيبقى فيه برضو بعض الاملاح والفيتامينات بصراحه امتصاصها مهم جدا من الحته بتاعت الامعاء الغليظه، لحد ما نوصل للايه؟ للاخر. البراز بيبقى يعني شبه صلب، بيبقى فيه بكتيريا بتشتغل عليه علشان تعمل فيه تعفن، وبعد كده عند الظروف المناسبه تواليت تلاقي ارتخاء العضلتين العاصرتين للتبرز. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. تم هذا الدرس على خير. انا عارف ان احنا كنا بنطول شويه في التفاصيل بتاعت التركيب، المقدمه، وبعد كده تركيب الجهاز الهضمي، الهضم والامتصاص، عارف ان انا عملته على 3 فيديوهات، ولكن انا شايف ان هو درس مهم جدا، درس مهم للي فات ومهم للي جاي، وتفهم جسمك كويس احسن ما احنا نطلصقه يعني. وبس احب الواحد يعمل اتقان في عمله، واسال الله سبحانه وتعالى ان انتوا كمان تبقوا متقنين في عملكم. اي حاجه انت بتعملها اتقنها. انت دلوقتي ما اظنش ان انت ليك توصيف تاني، بتكلم عن 99% منكم، الا انك طالب في تانية ثانوي، في ثانوي عام. فانت بتعمل ايه في حياتك مهم غير ان انت طالب؟ انا عارف ان معظم يعني في ناس كتير منكم هيبقى عندها حاجات تانية بتعملها، حفظ القرآن مثلا. انت طالب ماشي، ما انت طالب برضو مثلا بيشتغل شغلانة جامد ياض، اشتغل، بس خلي بالك الدراسة برضو لها أولوية، والتعلم ليه أولوية، ونفسيتك والصلاة والحاجات ديت ما تخليش الايه الشغل يجي عليها. المهم ان اي حاجة انت بتعملها اتقنها، وعايزك تاخد الكتابة بقوة. الكلام ده احنا قلناه قبل كده، خذ الكتابة بقوة، ما تتلكعش، ما تبقاش ديت شغلانتك وتلاقي ان انت بتعمل اي حاجة تانية. يعني احنا زمايلنا وانا ادوك كده كان بيبقى واضح مين اللي هيبقى شخص كويس ومحترم في المجتمع والناس تنظر له نظره احترام، ومين اللي احنا بعد كام سنه كده هينساه، بل المجتمع هيبقى مش عايز تقابله. تمام، فاتمنى انت تكون كده، كون ان انت اصلا قاعد بتسمع وصلت للجزء دوت، فانت شخص ان شاء الله فيك من الخير الكثير، وعايز تتعلم، عايز تبقى كويس. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه، وتقولوا لزمايلكم لعل حد يستفيد يعني، ونتشارك الاجر مع بعض. ما تنسوش تدعوا لي وتدعوا لوالدتي وجدي بالرحمه، الكلام ده كله صدقه جاريه عنهم يعني. فبس اشوفكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحبكم في الله، ما تنسوش دايما 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 صلوا على رسول الله. السلام عليكم. فطريقي من نيران، والقلب ينادي، والقلب ينادي، كن كالشجعان.